يا فندم، الحقيقة إن قانون الأحوال الشخصية من سنة 1920 حتى تاريخه دخلت عليه تعديلات كتيرة جدا. نعم. منذ هذا التاريخ حتى يومنا هذا لم نتعرض من بعيد أو من قريب للخطبة. الخطبة دي لابد أن يكون لها قواعد. نعم. الخطبة دي لابد أن يكون هناك مدة. الخطبة دي في عند فسخها بيبقى في أضرار مترتبة على يعني أثار مترتبة على إذا جرى فسخها. بالضبط. حتى كل اللي احنا عملناه في نص المادة عرفنا الخطبة هي ايه، وحطينا ضوابط، حطينا قواعد، لان البيوت ليها حرمة، البيوت ليها حرمة. يعني ما يعقلش ان الشاب يبقى داخل البيت مرة واثنين وثلاثة، واكل شارب نايم بيتفسح بيخرج لمدة سنة او سنتين، وبعد كده لسبب او ما فيش سبب حتى يقول لك لا خلاص كده كفاية. نعم. واحنا في ظل الانفلات اللي موجودين فيه دلوقتي لابد ان يكون هناك ضوابط لتلك العمليه. طب هل تفتكر يا ست النائبه المجتمع هيقبل ده؟ والله انا اللي انا بعمله او مشروع القانون اللي احنا منزلينه هو اسره متكامل يتضمن عمليه الخطوبه. نعم. مرورا بقى بالزواج والطلاق لا هو الجديد بس فكره والرؤية. تقنين الخطوبه يعني. لكن حضرتك لا هو مش قانون بتقنين الخطوبه. انا بقول لحضرتك ده ماده من المواد الذي يتضمنها قانون الاسره متكامل للاسره. قانون متكامل للاسره ومحاوله الحفاظ على البنت. هل هناك السؤال حضرتك، انا دلوقتي بعمل كده الفلسفه بحافظ على الحقوق. نعم. بحافظ على الحقوق. هل هناك شرعا او قانونا يرفض عمليه الضوابط دي؟ هو قانونا انتوا اللي بتشرعوا فمش هيبقى فيه رفض، بس خلينا نسمع راي الشرع من خلال فضيلة الشيخ خالد الجندي. مساء الخير يا مولانا. اهلا وسهلا مرحبا بيك وبالاستاذة البرلمانية عبلة الهواري. الاستاذة عبلة الهواري. ويعني الحقيقة طبعا عاوز الفت النظر لشيء، انه اي شيء لا يمر عبر بوابة الازهر الشريف او المجلس مجمع البحوث الاسلامية وهيئة كبار العلماء، اعتقد ان احنا هنضيع وقتنا او هندخل في جدل عقيم، ولازم ان احنا ناخذ من التجربه الخاصه بقضيه الطلاق الشفوي يعني درس يستفيد منه كافه الاطراف، يستفيد منه العلماء، ويستفيد منه اعضاء البرلمان الموقرين، ويستفيد منه الساده الاعلاميين، ويستفيد منه الصحفيين، ويستفيد منه اصحاب الاراء. فبنقول انه لابد اولا قبل ان نناقش هذا القانون في المجلس الموقر الذي له كل الاحترام والتقدير والتوقير، لابد اولا من عرضه كرأي او كاستطلاع رأي على الازهر الشريف. فان وافق الازهر الشريف على الامر من حيث المبدأ، وان وافق صحيح الشرع وصحيح الرأي السديد من الاراء الفقهية، يبقى لا بأس به انه يتعرض بعد ذلك على مجلس الشعب وتبقى الامور واخدة مجراها الطبيعي. دي واحدة. الأمر الثاني الحقيقة هي السيدة النائبة أشارت إلى قضية من أخطر القضايا التي تعاني منها الأسرة المصرية بالفعل. ما فيش أسرة إحنا بنعرفها إلا ومرت بمرحلة الحزن والبكاء والألم والحسرة والمرارة على بناتها اللي اتغدر بهن من شاب يكون الحقيقة يكون مستهتر أو غير متحمل للمسؤولية أو غير مدرك لعواقب الصيت والشهرة التي أخذتها الفتاة أنها خطبت، أو الانكسار يا محمد، انكسار قلبك على بنتك يسوى الدنيا وما حملت. اللي مخلف بنت عارف يعني إيه بنت قلبها ينكسر، عارف يعني إيه بنت إنها تمر بهذه المرحلة. كل دوت إحنا مقدرينه، لأنه الخطبة بكسر الخاء هي وعد بالزواج. انما للاسف احنا عندنا حاجه عاوز اقولها لك يعرفها بتوع القانون، اسمها التعسف في استعمال الحق. الخطبه من حقك انما مش من حقك انك تدخل البيت ده شويه والبيت ده شويه والبيت ده شويه والبيت ده شويه، وتنحكش في البيت دوت، وتلغوص في البيت دوت، وتاكل في البيت دوت، وتتفسح في البيت دوت، وتشهر البيت دوت، وداخل خارج داخل خارج نازل طالع واكل شارب، وبعد كده تقول لهم السلام عليكم بنتكم ما عجبتنيش، ما بتسمعش الكلام. والكلام ده الحقيقة كلام لا يرضي الله، وكلام لا يقبله العقل ولا المنطق. فإذا كانت السيدة الكريمة النائبة العظيمة
بترى أن وجوب تقنين هذا الأمر بتشريع ما أنا أؤيدها تماما فيما ذهبت إليه. فضيلة الشيخ خالد الجندي، هل يوجد نصوص شرعية تتعارض مع دعوة النائبة المحترمة؟ هذا يشبه الوعد بالبيع. الوعد بالبيع مثلا، الوعد بالبيع عبارة عن الوعد التعاقد تعبير عن إرادة حرة في مجلس العقد يترتب عليه نشوء التزام تعاقدي في ذمة الوعد. هذه كل القصة، نشوء التزام تعاقدي في ذمة الوعد. يعني إيه؟ يعني اتنين وعدوا بعض، والولد اتقدم وهي أهلها وافقوا، فعلى إيه؟ على وعد بالزواج. يعني الشريعة الإسلامية لا تعارض أن يتم وضع ما يشبه العقد ما بين أهل العروس وأهل العريس. أنت خدت بالك من القاعدة الشرعية والأصولية والقانونية اللي بتقول العقد شريعة مين؟ المتعاقدين. ألو؟ أيوة مع حضرتك. العقد شريعة المتعاقدين، وبناء عليه طالما احنا الاثنين شايفين مصلحتنا ان احنا نتفق على حاجه معينه، الاتفاق ده هيكون مترتب عليه 1 2 3. ايه اللي يترتب عليه؟ خد عندك يا سيدي، عند الفسخ من احد الطرفين يلتزم الطرف الثاني او الاول بالاضرار الماديه الناشئه عن فسخ هذه الخطبه اذا لم يكن هناك مبرر منطقي ومقبول لفسخ هذه الخطبه. مثلا المترتبات دي مين اللي رتبها على نفسه؟ الخاطب هو اللي رتبها على نفسه. والمخطوبه هي اهلها هم الذين رتبوها على انفسهم. وبالتالي طالما المساله علاقه رضائيه بين طرفين نشات عن وعد بالخطبه، وعد بالزواج بين طرفين، الشريعه الاسلاميه لا تتدخل في هذا لان العقد شريعه المتعاقدين. واحنا بنعملها على فكره من غير عقود. يعني بيجي واحد يجي لبنتك وتتفقوا مع بعض، طب انا عاوز فرح للخطوبه، عاوز نعمل الفرح للخطوبه، طب يا ابني لو هنعمل فرح للخطوبه لا قدر الله لو حصل حاجه انت هتتحمل، خلاص انتهينا، هذا الامر يتم بالاتفاق وربنا. بس احنا عايزين نوثق ده كتابه، ده فكره السيده النائبه على اساس الزمن خارج، لا يحتاج الى قانون يا استاذ محمد، هذا لا يحتاج الى قانون. احنا ممكن انا وانت بعد ما نتفق ننزل نسجل الاتفاق ده في الشهر العقاري. اوكي، المساله ما فيهاش اي انا يهمني حاجه واحده بس، راي الشرع لا يتعارض مع ده. لا، الشرع لا يتعارض لان العقد شريعه المتعاقدين، والمولى يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، وهذا الامر لضبط العلاقات الماديه الناشئه بين الطرفين في تعاقد ما، وعند الاخلال بهذا التعاقد وهذا ايسر لمنع وسائل التفاقم الشكاوى الكيدية وغير الكيدية والتناحر أمام صحات القضاء. أنا بشكرك فضيلة الشيخ خالد الجندي. أروح لسيادة النائبة عبلة الهواري، خطوتك الجاية إيه لتمرير قانون الأسرة اللي بيشمل على مادة تقنن فيها الخطوبة؟ أنا قبل ما حضرتك أتكلم في الخطوة اللي سيادتك بتتكلم فيها دي، أنا يعني بقدم تحياتي وكل الشكر للدكتور خالد الجندي على تفاهمه لنص المادة اللي أنا وضحتها في قانون الأسرة المتكامل. وأطمنه وأقول له استحالة كلجنة، أنا عضو في الدستورية والتشريعية وعضو في لجنة القيم، استحالة هيتخذ أي إجراء إلا بعد الرجوع للأزهر والجهات المهتمة بشؤون المرأة والطفل والأسرة. يعني هنبعت للمجلس القومي للمرأة، هنبعت للمجلس القومي للأمومة والطفولة، وقبل ده لازم الأزهر، لازم ناخد رأيه على اساس ان احنا نستأنس بالكلام او بالراي او بالفتوى. انا بشكرك سياده النائبه عبلة الهواري اللي بتحاول، شايفه في خطر اجتماعي ما يتعلق بان الشاب المحترم اللي ضارب جل في شعره ولابس الانسيال، مع احترامي للي بيلبسوا انسيالات، ورايح يخطب بقى هنا شويه وهنا شويه، والافلام بالمناسبه احنا